إخواني في الله، انتهى رمضان، فنشرع بعد رمضان بإعادة المعاهدة بيننا وبين الله. انتهى رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. انتهى أول أسبوع اللي هو العيد وواحد ملخبط وكذا، ارجع اكمش ستا من شوال كصيام السنة كصيام العام، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طيب عهدك بالقرآن، طب رمضان كنت ماشي بختمي بسم الله ما شاء الله، هلأ وين؟ ومن هذا المنطلق إخوانكم في المسجد بسم الله ما شاء الله الآن أطلقوا دورة لحفظ المفصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، سبع الطوال أول سبع سور بالقرآن، وأعطيت المئين سور اللي فيها مئة آية مئة آية مئة آية، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل، المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس. هذه فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أربع أجزاء، جزء عما وتبارك وقد سمع والذاريات مع سورة قاف. فهناك دورة في المسجد لمدة أربعة أشهر لحفظ هذه السور بمعدل صفحة واحدة في اليوم. ما تقدر تحفظ صفحة باليوم، تاخذ معك نص ساعة تكرار، بمعدل نصف ساعة هون تحفظون، بس في مراجعة مع التجويد مع تفسير الأحكام. فأحث إخواني على التسجيل بهذه الدورة، خاصة أنه دوام ببلش من الخمسة للثمانية، والرقم الآن موجود عندكم، فتسجلوا. ولو ما قادر أنت تسجل، سجل أولادك، ما قادر تسجل أولادك سجل جيرانك، أقل ما فيها أقل ما فيها تأخذ الأجر، صور الإعلان وبعته وحطه على الحالة عندك، ما بتعرف يمكن واحد يتسجل ويكون إيش ميزان حسناتك إلى يوم القيامة. فادعوا إلى الخير. قال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كن من الذين يمسكون بالكتاب، تمسك أنت بالقرآن وتمسك غيرك بالقرآن.